البعض يقوم بتصوير أبنائه في الهاتف، ثم بعد ذلك قد يبتلى هذا الطفل بالأمراض وغيرها ويقول يا ليتني لم أقم بتصويرهم، فما هي نصيحتكم لهم؟ أولا، من البلاء العام هذا الشغف بتصوير ما يقع للإنسان. إذا صنعت المرأة كعكة صورتها ونشرتها قبل أن يراها زوجها، إذا طبخت شيئا صورته قبل أن يأكله أهل البيت، إذا اهتزت الشجرة عند البيت صورها وأرسلها. وهذا في الحقيقة من الفراغ وقلة العقل. وأما الاشتغال بتصوير ذوات الأرواح بالصور الثابتة فهذا حرام على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز إلا عند الحاجة التي تقدر بقدرها. وحتى لو كنت ترى الجواز فإن من قلة المعرفة وقلة العقل أن تصور أولادك في أجمل زينة وترسل ذلك للناس، وربما صور ابنه على هيئة إما قوة أو كمال في الجسم ونشرها للناس، وهذا يعرض ولده لكل سوء. وقد تقدم البارحة أن العين حق، وكذلك من الناس من يصور الولد في شيء قبيح إما في هيئة أو فعل ثم يرسل للناس يضحكون منه، هذا من خيانة الأمانة. هو ضعيف بين يديك، أترضى أن تصور على هذه الهيئة وترسل للناس يضحكون منك؟ وبعضهم يريد أن يحصل أموالا من هذا، مليون مشاهدة ولا كذا ويعطى على حساب هذا الضعيف المسكين، ويبقى هذا ضحوكة يضحك منه الناس، ربما يكبر ثم تعرض عليه هذه الصورة. ظلمات بعضها فوق بعض. فوصيتي لكل مسلم ومسلمة أن يشتغل بما يعنيه، وأن يعتني بما يرفع درجته في الدنيا والآخرة، وأن يبتعد عن سفاسف الأمور.